هو الموضوع غير متوقع، يمكن ده الكومن او الحاجه اللي بتربط هنا بالدوري. لو هنتكلم عن الدوري عندنا، الدوري المحلي، يعني هي دي النقطه اللي انت في حاجات فائق التوقعات فعلا، ده هنا وهناك. احنا عندنا مشكله ان احنا الاستيريوتايبس هي اللي بتحكم الدوري المصري. المنافسه على الدوري المصري مين؟ محصوره بين هنغمض عينينا ونقول اهلي وزمالك. السنه دي مثلا المصري عامل صفقات اكثر من رائعه، عامل جايب سكواد لعيبه هايل، جايب جهاز فني جديد، معين الشعباني ومجدي تراوي مدرب عام، ومعاهم عبد الحليم علي مدير كوره. بس هل حد متوقع ان المصري ممكن ينافس على قمه الدوري؟ لا بالظبط. الله يرحم ايام زمان لما كان بينافس فعلا وبقوه، وكان ترسانه وكان اسماعيلي وكان غزل المحله، كان زمان طبعًا. وده انا هرجعه لنقطه مهمه اللي بنشوفها في الدوري الانجليزي او بنشوفها في الدوريات عامه ما بنشوفهاش في الدوري المصري، هي قوه الجمهور. ايوه الجمهور الداعم الدائم للفرقه في الملعب. كل فرقه في الدوري الانجليزي عندها الملعب الخاص بتاعها اللي بيبقى متقفل ساعته الاستيعابيه بالجمهور كامل بيشجع الفرقه. عندنا هنا حتى في المحله بتلاقي ناس بتشجع اهلي وزمالك، في بورسعيد، في اسكندريه بتشجع اهلي وزمالك. مفيش الكثافه العدديه اللي بتشجع فرقه البلد اللي بتدفعها دايما ان هي تاخد الالقاب.